مرحبا بحضراتكم مرة تانية. الحقيقة الدولة بتهتم بشكل كبير جدا بالثروة الحيوانية، تنمية الثروة الحيوانية، الاكتفاء الذاتي، تحقيق الاكتفاء الذاتي، العديد من المشروعات، مشروع البتلو بنشوفه، مشروع مؤخرا تجميع الألبان، زيادة رؤوس الماشية، كل هذه المشروعات بالتأكيد بتبقى محتاجة رعاية طبية بيطرية متكاملة. علشان كده كان في حملة أو حملات متتالية انطلاقها كان من 5 سنوات، كان 2017، في قوافل طبية مجانية بيطرية بتقدم هذه الخدمات في كل أنحاء الجمهورية في كل المحافظات. الحقيقة بتنطلق الجزء الثاني أو نقدر نقول المرحلة الثانية بعد 5 سنوات من انطلاقها النهاردة في العديد من المحافظات عشان تقدم هذه الخدمات، وده طبعا في إطار مشروع أو مبادرة حياة كريمة لكل طبعا محافظات ونجوع مصر. النهاردة هنتكلم على هذه الحملات، المجهود اللي بتقدمه، الرعاية الطبية البيطرية المجانية اللي بتقدمه للناس، التسهيلات، كمان التوعية بالتأكيد برضو بتبقى من حاجات المهمة، الأبحاث اللي بتقوم بيها علشان نحقق الاكتفاء الذاتي. كل ده هنتعرف عليه من الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانيه والمشرف على القوافل. اهلا بحضرتك وصباح الخير. صباح الخير يا فندم. اهلا بك يا دكتور. خلينا في البدايه نتكلم عن القوافل دي، مهمتها ايه، الهدف منها ايه، والمحافظات اللي هي بتجوف فيها. هو القوافل دي هدفها توصيل الخدمات البيطريه للفلاح الصغير في مكانه وبالمجان. الحقيقه معهد بحوث التناسليات الحيوانيه التابع لمركز بحوث زراعيه ده كان من اوائل المعاهد اللي خدت على عاتقها النوع ده من القوافل، ويمكن منذ انشاء المعهد هو بيقوم بالقوافل دي، لكن القوافل دي اخذت صفه رسميه ثم كمان صفه دوريه من 5 سنين بالظبط. جابت تقريبا كل محافظات جمهوريه مصر العربيه وخاصه محافظات الصعيد. كان هدفها الاساسي تقديم خدمات صحيه وخدمات بيطريه وخدمات رعايه تناسليه لحيواناتهم ومن غير ما يدفع الفلاح ولا قرش سا. طيب خلينا نتكلم على المحافظات اللي احنا بنتكلم دلوقتي المرحلة الثانية من عالم الخامس. ايه المحافظات على وجه الخصوص اللي هتبقى فيها شاملاها المرحلة الثانية؟ احنا بدأنا بالفعل من يوم السبت اللي فات محافظة الفيوم، بعديها هنروح ان شاء الله بني سويف، ثم المنيا، لغاية محافظات لغاية أسوان، بعد كده هنروح جنوب سيناء، ثم محافظات وجه بحري. هو الترتيب ده بيبقى على أساس ايه؟ يعني ليه بتختاروا المحافظات دي في المرحلة الأولى والمحافظات دي في المرحلة الثانية وهكذا؟ طبعا احنا بيحكمنا الجو، يعني مثلا لما يكون في امطار في الشتاء وجو زي الشبوره فبنفضل نبقى في محافظات الصعيد على اساس ان احنا بنقيم هناك والجو هناك يكون احسن شويه. كمان ممكن نربطها بطبيعه الامراض اللي بتظهر من الموسم من السنه في داخل كل محافظه او كل تجمع حيواني. بيبقى في خريطه للامراض والمواسم اللي بتظهر فيها هذه الامراض علشان تبقوا متواجدين في القرى في الوقت المناسب. بالظبط كده، واحنا بننسق كمان مع الهيئه العامه للخدمات البيطريه لان هم الناس المنوط بيهم رعاية الثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية، فبنبتدي ننسق معاهم قبل ما تنطلق الحملة. الشهر الكذا هنبقى في المكان في القرية الفلانية محافظة كذا. الخريطة دي بنبقى متفقين عليها قبل بداية الحملة. طب ايه نوع بقى الخدمات اللي انتم بتقدموها في هذه القرى؟ يعني هل بتقتصر فقط على ان هو الكشف مثلا عن رؤوس الماشية، ولا بيبقى فيه تطعيمات، بيبقى فيه معالجات، بيبقى فيه دورات تثقيفية للمربين؟ زي ما قلت لحضرتك احنا 5 معاهد بتشترك مع معهد بحوث التناسليات في القوافل دي. ففي معاهد خاصة بالرعاية الصحية بتقوم بشغلها زي معهد صحة الحيوان، في معاهد خاصة بالتحصينات زي معهد الأمصار واللقاحات البيطرية بيقوم بعملية التحصينات معانا، في معاهد خاصة بالتغذية وطريقة تربية الحيوان برضه بيشتركوا معانا، بالإضافة للهيئة العامة للخدمات البيطرية. يعني كل قافلة بيبقى فيها ممثل من كل هذه الجهات. بالظبط بالظبط. هو المعهد أبرز الأمراض اللي منتشرة في الماشية وعشان كده كثفتوا الحملة بخصوصها في هذا الأمر تحديدا، يعني توعية المزارع أو الفلاح باكتشاف كمان الأمراض دي، الأعراض اللي ممكن تظهر على الماشية فيبتدي يتحرك في علاجها. هو بص حضرتك الأمراض طبعا في الماشية احنا بنمشي مش تظهر مرض نعالجه، بنمشي الأول تحصين ووقاية من الأمراض. دي خطوة أولى. بالظبط كده، ودي سياسة الدولة عموما تحصين الحيوانات في مواعيد ثابتة على مستوى الجمهورية كلها. احنا كمان احنا الهدف من الحملة بتاعتنا هي تحسين الأداء التناسلي للحيوانات. الحيوانات دي بتبتدي تولد كل سنة وبالتالي يبقى في إنتاج لبن، ومشروع البتلو حضرتك اتكلمت عنه في الأول يحقق برضه نتائج لأن هيبقى فيه ولادات تمد المشروع ده بعجول جديدة. المشاكل اللي احنا بنحلها هي مثلا مشاكل عقم من الحيوانات، نقص الخصوبة، تلقيح الحيوانات عشان تحسين السلالات بحيث ان المولود اللي يطلع من البقرة او من الجاموسة يبقى صفاته الوراثية في انتاج اللحم واللبن احسن من الام. ده الهدف الرئيسي من الحملة، يزود انتاج الالبان واللحوم. بالظبط.
طيب معهد بحوث التناسليات الحيوانيه، عايزين نعرف بقى ايه ابرز الانشطه؟ هل بتبقى فقط ان هو زياده عدد الرؤوس عن طريق الحاجات اللي حضرتك لسه كنت بتقولها، ولا من خلال كمان تجارب ان يبقى عندنا مثلا الاستهجان بعض الحاجات، في بتبقى بعض مثلا الرؤوس عندها زياده في الالبان، زياده في اللحوم، كل يعني حسب بقى هو المنتج. معهد بحوث التناسليات عبارة عن 6 أقسام وثلاث وحدات، هدفه الرئيسي إجراء البحث العلمي من أجل تحسين الخصوبة بتاعة الحيوانات، خاصة حيوانات المزرعة، وكمان ليه شغل في الخيول وفي الإبل. طيب تحسين الخصوبة معناه دخول تقنيات حديثة لعلاج المشاكل التناسلية زي الموجات فوق الصوتية، زي المناظير الجراحية، زي إجراء التلقيح الصناعي. خلاصة الأبحاث دي في النهاية بتخللنا نسبة المواليد في الحيوانات مرتفعة، وبالتالي العائد الاقتصادي لكل وحدة حيوانية يبقى مرتفع. طيب الكلام ده كمان هيترجم طالما بقى في مواليد كتيرة ومواليد صحتها كويسة وإنتاج عالي إلى زيادة في إنتاج لحوم وألبان. المعهد هدفه الرئيسي زي ما قلت حضرتك علاج مشاكل العقم، وبالتالي تحسين خصوبة الحيوان. طب احنا بقى لنا 5 سنوات، عايزين نعرف ايه المدى، يعني لو تدينا حضرتك رقم تقريبي احنا كنا فين وصلنا فين في عدد مثلا رؤوس الماشية؟ عدد رؤوس الماشية النهاردة بنتكلم في حوالي 3 مليون رأس. احنا شغلنا بنعمل تقريبا حوالي 150 قافلة في السنة بتجوب المحافظات كلها. بالنسبة لنا احنا بنلاقي ده مترجم من سنة لسنة في زيادة عدد المواليد داخل القرى. يعني لكن الرقم الحقيقي رقم كبير جدا، يصل مثلا بال 20,000 و30,000 حالة محسنة كل سنة نتيجة العام الواحد. طب فيما يخص تحسين السلالات، كان في مثلا سلالات ما كانتش موجودة أصبحت موجودة دلوقتي، وبالتالي زي ما حضرتك بتقول كمية ألبان أكتر، لحوم أكتر، وبالتالي بتحسن من مستوى معيشة المزارعين، وده برضو لما بنتكلم على تحسين سلالات ممكن نشير لفكرة التقليل الاستيراد، إنه إحنا في أنواع معينة أو سلالات معينة موجودة أو مش موجودة في مصر، فممكن نكون بنستوردها من الخارج، ممكن تبقى موجودة عندنا في مصر بفضل هذه الأبحاث. مظبوط. هو بص حضرتك يا فندم، السلالات بتتحسن على مستوى العالم كله، يعني الحيوانات كلها بجميع أصنافها وسلالاتها بيتم عليها عملية التحسين بغرض إن تعظيم قيمتها الاقتصادية. لكن الحيوانات المحسنة في أوروبا اللي احنا بنستوردها لازم لها بيئة خاصة بيها في أوروبا، يعني بتعيش من درجة حرارة 5 لغاية 20، لو زاد الحر عن كده ما تقدرش تعيش كويس ولا تنتج كويس ولا تأدي بمعدل الأداء الموجود في أوروبا. اللي يقدر يستورد الحيوانات دي ويعيشها في البيئة دي هي المستثمرين الكبار، اللي هي المزارع الكبيرة اللي بتربي بالألف والألفين والتلات آلاف بقرة، وتعمل لهم محلب آلي وممكن تعمل لهم تكييف يعيش الحيوان فيه. طب الفلاح الصغير لو احنا مديناه بالحيوانات دي من غير ما نقول له ازاي يربيها ممكن يحصل منها خسائر وما تجيبش نفس الإنتاج عنه. الطريق الأسهل إن احنا نهجن له حيواناته المحلية بسلالات أجنبية، بالتالي يطلع جيل أول وجيل تاني وجيل تالت محسن وراثيا قادر على التكيف مع البيئة. هو ده أهم حاجة. ده حصل بالفعل من ضمن الأبحاث اللي أنتوا بتقوموا بيها. بالظبط يا فندم. طب ماذا بقى عن مراكز تجميع الألبان؟ ودي طبعا مراكز مهمة، ودلوقتي شايفين في خطة يعني حثيثة للدولة إن هو يبقى عندنا اكتفاء ذاتي، وده حاصل، وكمان الاتجاه للتصدير وتحسين البيئة اللي بيتم فيها تجميع الألبان. وطبعا تحسين مراكز تجميع الألبان ده مشروع عبقري فعلا، لأن هو هيخلي سعر اللبن على مستوى الفلاح سعر مجزي، بدل ما كان بيبيعه للتاجر بسعر بخس ما يكسبوش. تاني حاجة هيعلم الفلاح الصغير ازاي ينتج لبن نظيف يقدر المصنع الكبير ياخد منه اللبن ده بسعر مجزي. طبعا احنا زي ما قلت حضرتك المنتج الثانوي لشغلنا هو إنتاج عجول تخش المشروع البتلو والتسمين، وإنتاج عجلات إناث تخش في مرحلة الحليب بإنتاج عالي. والإنتاج العالي ده لو اتوجد له مركز صحي ومركز معتمد يجمع منه اللبن ده بصورة سليمة صحيا وجودة عالية، ما فيهوش بكتيريا، ما فيهوش أي مسببات أمراض، هيتباع بسعر كويس، وبالتالي كل الناس تكسب، الفلاح يكسب والمصنع يكسب. ده بيتم بقى على كبار المزارعين ولا كمان صغار المزارعين؟ المراكز تجميع صغار المزارعين. لكن الصغار لكن الكبار جدا. الكبار هو بيبقى بالفعل عندهم، هو عنده المركز بتاعه بقى عنده عربيه ثلاجه يودي المصنع مباشره. القوافل دي ازاي تقدر توصل للمزارع او الفلاح، حتى لو مثلا ربت منزل في احدى القرى في الارياف قررت ان هي تشتري راس ماشيه وتربيها وتستفيد منها، ازاي انتوا بتوصلوا لهم او هم ازاي بيتواصلوا معاكم من حين لاخر للحصول على معلومه معينه مثلا؟ زي ما قلت حضرتك احنا بننسق مع مديريه الطب البيطري، فالمديريه ليها وحدات بيطريه في كل القرى على مستوى الجمهوريه، وفي قرى ما فيهاش، بنبتدي احنا نروح القرى
اللي هي ما فيهاش خدمات بيطريه ولا وحدات بيطريه. اللي بيحدد لنا الكلام ده مديريه الطب البيطري داخل المحافظه. القافله بتروح تقعد لمده اسبوع في المحافظه الواحده، ومعاها اتوبيس خاص بالمعهد وفي ادويته وفي اجهزته وفي اجهزه الكشف على المشاكل التناسليه، والتيم مكون من 5 افراد بالاضافه للمعاهد الثانيه اللي مشاركه معانا. يبتدي يتحرك كل يوم لقريه، يبتدي فيها من الساعه 7 الصبح شغل لغايه الساعه 4 لغايه الساعه 3 لغايه ما يخلص تقريبا كل الحيوانات الموجوده في القريه. بيتم عمل حملات توعيه الى جانب القوافل دي بتوعيه المزارع او المربي للماشيه في حين ظهور اي اعراض مرضيه على الماشيه ان هو يتحرك ازاي ويتوجه فين وكده؟ اه طبعا بيتعمل توعيه ليه كمان، مش بس يتحرك فين، كمان ازاي يربي الحيوان كويس، ازاي ياكله كويس، ازاي من المخلفات الزراعه اللي موجوده داخل قريته او محافظته يكون اكل صحي مفيد للحيوان. وبيتعمل بقى ما هو اهم من التوعيه للفلاح، توعيه لشباب الاطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين الموجودين داخل كل قريه ومحافظه. يعني بنعمل دوره تدريبيه قويه جدا بندي فيها كل ما هو حديث في مجال التخصصات المختلفه في الطب البيطري، اللي هم متواجدين بشكل دائم بقى مش ضمن القوافل دول. اه اللي هم دول من ابناء القريه، الوحدات البيطريه الموجوده في القرى بالظبط، ابناء المحافظه دي او ابناء القريه دي، سواء كان كمان بيشتغل في الحكومه او في القطاع الخاص او ما بيشتغلش خالص، خريج ولسه عايز يوجد فرصه عمل. فوجوده هل بتلاقوا منهم استجابه؟ هل هم بيجوا يسعوا ليكوا عشان الحضور، خصوصا حضرتك قلت مش بس اللي هم في الحكومه لكن كمان اللي بيشتغلوا على المستوى الخاص؟ الحقيقه اه، وانا عايز اقول لحضرتك كمان ان معهدنا من ضمن المعاهد اللي بتدي دورات تدريبيه تعتبر مكلفه، لان احنا عندنا مركز تدريبي معتمد على مستوى عالمي، فبالتالي الشهاده اللي بيحصل عليها المتدرب بتكون ذات قيمه تاهله انه يشتغل في دول الخليج او يسافر بيها. لما احنا بنروح ندربه التدريب ده مجاني وفي مكانه، يعتبر مش متكلف لا اقامه ولا دفع تكاليف دوره تدريبيه، ده بالنسبه له مكسب كبير ونلاقي اقبال كبير جدا من الاطباء فيه. طب اخيرا بقى علشان نبقى يعني غطينا كل مواضيع الخيل، احنا مشهورين بالخيل العربي الحقيقه، ايه بقى الخطوات اللي انتم بتعملوها عشان تحسين السلالات، علشان الحفاظ على السلالات النادره اللي احنا بنتمتع بيها، زياده عدد الخيل وهكذا؟ احنا طبعا عندنا ابحاث من اكتر من 10 سنين او 15 سنه على تحسين التناسليات في الخيول، منها عمليات نقل الاجنه في الابراص اللي هي عندها مشاكل في الخصوبه، منها عمليات تجميد السائل المنوي وتجميد البويضات من الافراس للحفاظ على السلالات. مصر تملك ثروه من حقيقي. الخيول العربيه الاصيله ذات الاصل المصري مش موجوده في العالم، وبيجي لها ناس من كل انحاء العالم تشتريها بالظبط. معهدنا ممثل في مجلس الامنه بتاع إدارة محطة الزهراء اللي هي أكبر تجمع خيل على مستوى العالم في الخيل العربي. كمان احنا عندنا تكليف من معالي وزير الزراعة إن معهدنا هو المشرف الأساسي على التناسليات وتنسيب وتهجين الخيول في محطة الزهراء. احنا عندنا مندوب دائم من المعهد موجود في محطة الزهراء وبنزور. عندنا إنتاجنا تقريبا قد إيه تقريبيا يعني من الخيول العربية الأصيلة؟ لا كتير، في اكتر من 2500 مزرعه مسجله في القطاع الخاص، مزرعه الزرع فيها حوالي 400 فرسه وفيها حوالي 200 حصان اصيل. اصيل ثروه كبيره طبعا. بالتاكيد كل الشكر طبعا الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانيه والمشرف على قوافل الطبيه البيطريه المجانيه، كل الشكر، شرفتنا قفتنا يا دكتور. شكرا ليك. شكرا ليك.